لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء ذوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية ذوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. تضطرب أي يضرب بعضها بعضا، الرقص الذي كانوا يفعلونه حول أصنامهم، وكما تفعله النساء في رقصهن، لأن عبادتهم ليست عبادة وإنما هي طقوس سخيفة يفعلونها يتبعون فيها الشهوات، كما كانوا يطوفون بالبيت عراة، والظاهر أنهم أيضا كانوا يطوفون، النساء كنا يطوفن بالبيت عراة حتى ترى ألياتهن، جمع ألية هي العجيزة وجمعها أعجاز هي العضلة في المؤخرة، كنا فعلنا ذلك أيضا عند أصنامهم. ذي الخلصة أو حول ذي الخلصة صنم أو طاغية دوس على صنمه التي كانوا يعبدون. وكان صنما في رواية معمر، وكان صنما تعبده دوس، تعبدها دوس في الجاهلية. قال بتبالة: قرية بين الطائف واليمن بينهما 6 أيام، وهي التي يضرب بها المثل فيقال أهون من تبالة على الحجاج، وذلك أنها أول شيء ولي، فلما قرب منها سأل من معه عنها فقال: هي وراء تلك الأكمة. فرجع فقال: لا خير في بلد يسترها أكمة، بلد صغيرة أوي، يعني أنا حتولى بلد صغيرة للدرجة دي بتغطيها وفي البلد ورا التل ده، يعني البلد كلها بتخبيها لإيه؟ تل، فاستصغرها، عشان كده قالوا أهون من تبالة على الحجاج. يقول: وكلام صاحب المطالة يقتضي أنه موضع. المراد في الحديث غير تبالة الحجاج، ده كلام صاحب المطالع، أن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج، وكلام ياقوت يقتضي أنها هي.
لذلك لم يذكرها في المشترك. وعند ابن حبان قال معمر إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال ابن التين فيه الإخبار بأن ميساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فهو المراد باضطراب آلياتهن. قلت ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عبيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم. في معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة. وعند ابن عدي من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وهو حديث صحيح. قال ابن بطال هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. هذا محتمل، ومحتمل أن يكون بعد أن يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وعند ذلك تعبد الأوثان. ويمكن أن يكون كما ذكر أن هذا قبل ذلك، وأن هناك من يعبد الأوثان مع وجود الإسلام. قال ابن حجر قال ثم ذكر، أي ذكر ابن بطال حديثا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. الروايات المتعددة فيها مع ظهور الحجة وبعضها ظهور القوة. لا تزال عصابة من أمتي تقاتل على هذا الدين. قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. الأحاديث التي فيها بقاء الطائفة الظاهرة ببيت المقدس المقصود بها في آخر الزمان، وليس أنها دائما ببيت المقدس، فإن بيت المقدس معلوم أنه قد احتله الصليبيون نحو 92 عام، ولم تكن الطائفة الظاهرة ببيت المقدس، بل كانت بمصر وباقي أجزاء الشام. ومعلوم أن التتار قد أخذوا معظم الشام أيضا، ومعلوم أن اليهود وأعوانهم والنصيرية والرافضة والدروز وغيرهم يحتلون الآن معظم الشام، يحتلون بيت المقدس والشام كله تقريبا إلا يسيرا، وكان مدة من الزمن كله يعني قبل ما تحصل الثورة السورية كان كل الشام ما بين إسرائيل والنظام النصيري في سوريا والنصارى والشيعة والدروز في لبنان، نسأل الله العافية. قال عن قال ابن بطال فبهذا تأتلف الأخبار. قلت كلام ابن حجر ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة، هم الطائفة الظاهرة المقاتلة، لأن الحديث الصحيح
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. قال وإنما فيه حتى يأتي أمر الله. احتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين، وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس. نسأل الله العافية. قد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام، أي بعدها بمدة، لأن طلوع الشمس من مغربها يكون هناك مؤمنون، وخروج الدابة يكون هناك مؤمنون، لأن الله قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فمن كان آمن من قبل وراء الآيات ازداد إيمانا، ولكن لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا ينفعه أن يصلي أو أن يؤمن ساعتها. ولذا أن ورد في أخبار الدابة أن ناتسم الناس حتى يتبايع الناس، يا مؤمن يا كافر، تسمهم أن هذا مؤمن وهذا إيه وهذا كافر، فالناس يتعاملون يا مؤمن ويا كافر بناء على العلامة التي وسمتهم الدابة. فبعد ذلك تأتي الريح الطيبة ولا يبقى إلا شرار الناس. قال وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد في مرسل أبي العالية الآيات كلها في ستة أشهر، الذي يظهر أن هذا بعد المسيح صلى الله عليه وسلم، وإلا الأحاديث في بقاء المسيح 7 سنين ليس بين اثنين عداوة حديث، وهي فيها عدة أحاديث هذا أمثلها. الأطرف في ترتيب الآيات، الأطرف في ترتيب الآيات، ليس كل الآيات نعرف ترتيبها، إلا أننا نجزم أن ظهور أن حصول الملاحم الكبرى وفتح قسطنطينية مرة أخرى يكون قبل الدجال، ثم يعني موقعة الروم، الموقعة مع الروم تكون بذابق أو بالأعماق، ثم فتح قسطنطينية، ثم ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم وقتل الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، ثم موت يأجوج ومأجوج، ثم انتشار الإسلام في الأرض كلها، ثم موت عيسى بن مريم. بعد ذلك لا ندري، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن طلوع الشمس مغربها والدابة أيتهن كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها، دليل على أنه لم يجزم لنا بأيتهن تكون قبل الأخرى، ونجزم بأن الروح الطيبة الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بعد ذلك. والظاهر أن هدم الكعبة يكون بعد ذلك، وأما رفع القرآن من الصدور والمصاحف فالظاهر أنه قبل ذلك. قال عن أبي هريرة في 8 أشهر، وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك، ولفظه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وفيه يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه
مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه يخرج الدجال في أمتي وفيه فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته. هذا يوهم أن ذلك بعد عيسى مباشرة لا يلزم، لأنه كما ذكرنا طلوع الشمس من مغربها قبل الريح الطيبة وبعد عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن زمن عيسى صلى الله عليه وسلم يقبل فيه الإيمان ويؤمن الناس كلهم إلا من كان في باطنه منافقا أو نحو ذلك، تكون السجدة أحب إلى الناس من الدنيا وما فيها. وذلك لأن عيسى لا يقبل إلا الإسلام، فدل على أنه يقبل الإسلام في زمنه. فلذلك يكون هذا الأمر بعد هذا. قال وفيه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، السباع سريعة الغضب وإذا غضبت تفتك، يفتك بعضهم ببعض، الطيور خفيفة الحركة سريعة الحركة وقولها يعني ليست راسخة، أول ما تعمل لها كده تروح جاي إيه؟ هشة تطير. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان ثم ينفخ في الصور. فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث لا تزال طائفة وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا يسير. إن كان هذا لا يمنع أن عبادة الأوثان يمكن أن تقع قبل ذلك كما ذكر ابن بطال، يعني كلام ابن بطال المشكلة في أنه حصرها وأنه قال أن الطائفة الظاهرة ستظل إلى قيام الساعة. الصحيح الذي لا شك فيه أن الطائفة الظاهرة المنصورة تبقى إلى قرب قيام الساعة إلى ظهور الآيات العظام، ولكن يمكن أن يقع كما يقع في زماننا عبادة الأوثان من أناس ينتسبون إلى الإسلام، وعبادة القبور ونحو ذلك هي من عبادة الأوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية وصالحيهم. فهذا يدل على وجود عبادة الأوثان بهذا المعنى، وإن لم يقولوا نحن نعبدها لكنهم والله اعتقدوا في هؤلاء الأموات أكثر مما كان يعتقده المشركون في أوثانهم. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الناس عبدت القبور يقولون لا، الأولياء هم اللي بيرزقوا والأولياء هم اللي بيدبروا الكون، وكل واحد ربع، كل واحد واخد سبع على اعتقاداتهم السخيفة. القصة العجيبة اللي بيحكيها واحد من الشيوخ اللي بيقول لهم ده شيخ ده بيقول لك شيخ شيوخ الشافعية، شيخه بقى بيقول ان كان بعت واحد من المريدين يعلم الطريقة ظهر في السودان، الشيخ المرغني بتاع الطريقة الختمية اغضبه ذلك فقبض روحه، فجاء المريدون
أنا لو إلحق يا شيخ الشيخ المرغني قبض روح صاحبنا، فطار هو وأحد الأعوان. كانش في طيران طبعا أيامين، بس هما بيطيروا على طول يعني. حتى وصل فوجد الجنازة موجودة وروح الرجل في يد المرغني، استوفي وخلاص هيصلوا عليه الجنازة. فاتخانق معاه وقال له لماذا تقبض روح صاحبي يعني او الولد بتاعي؟ قال له انا افعل ما اشاء، الملك ملكي. قال له يعني لا شريك لك في الملك؟ قال له لا شريك لي في الملك، والعياذ بالله. الحاجه العجيبه ان الكلام مكتوب في كتب. فبقى لما غضبوا بقى كده واستغاثوا بالبدوي اللي هو ده علشان يحل المشكله، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتعبوا كلهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام رد روح الرجل اليه فقام يمشي، ولكن الرجل ما كانش لاقي رزق. مشى من غير روحه؟ لا، رجع له روحه بس ما كانش له رزق. بيقول لك فقام فاشتكى ذلك انه يعيش على ارزاق الناس، فقال له ان الشيخ المرغني شطب رزقك. فاصبر بقى لغايه ما ايه تعيش على ارزاق الناس. هل هذا كلام يقوله مسلم؟ وبعد كده نقول دول ما بيعوضوش الاوثان، ودول بيتوسلوا بالاولياء ويدخلوا التوسل في الاستغاثه وفي الشرك وفي الاعتقاد الربوبيه، وان الملك ملكهم ملكهم، ويقبضون الارواح يحيون ويميتون، والعياذ بالله. يعني هذه الخزعبلات تدل على وقوع ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، حتى يعبد فئام، وهذا في المخرج على صحيح مسلم، لا تقوم الساعه حتى يعبد فئام من امتي الاوثان. والناس يطلبون من الاموات قضاء الحاجات وشفاء الامراض. لسه في رمضان الماضي بس احد الاخوات سمع واحده وهي بتطوف تقول اشفيني يا رب، اشفيني يا محمد. قلت لها اتقي الله، اطلب الشفاء من ربنا. اشفيني يا رب، اشفيني يا محمد. مش فاهمين حاجه، ولكن الخلط الاختلاط ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرب عز وجل وبين الاولياء، هذا ملتبس في عقائدهم. حتى حكي يعني ان رجلا لما راى الكعبه قال هو ربنا مدفون هنا بقى؟ ان الناس عقائدهم فسدت الى درجه ان اللي خلقوا الكون واللي بيدبروه اللي هم لابد يكونوا ايه؟ مقبورين، لازم يكون في قبر هنا. ناس كثيره تتكلم ان حجر الحجر اللي جوار البيت يعني ده قبر اسماعيل وقبر ما نعرفش مين كمان. هذا شر مما كان، يعني اقصد ما حكيناه يعني، مش الجزء الخاص فقط باعتقاد ان قبر اسماعيل في الحجر، فان هذا غير ظاهر وغير صحيح. لكن اقول ان اعتقاد تدبير الكون وملك الارزاق والاحياء والاماته هو امر من عباده الاوثان. قال ويؤيده، يؤيده ان مقصود حتى ياتي امر الله انه الايات العظام، يؤيده حديث عمران بن حسين رفعه: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل اخرهم الدجال. يبقى اخر قتال هو قتال الايه؟ الدجال، جنود الدجال يعني، ومن معه هم اليهود. وبعد ذلك الكفار بيموتوا بنفس سيدنا عيسى. ويأجوج ومأجوج من غير قتال. هيموتوا بالدعاء. ظهور المهدي. ها؟ ظهور المهدي. المهدي قبل كده. المهدي زي ما قلنا مع الملاحم الكبرى مع الروم. يعني المهدي قبل سيدنا عيسى ولا بعد سيدنا عيسى؟ المهدي قبل عيسى صلى الله عليه وسلم قولا واحدا.
قال أخرجه أبو داود والحاكم. ويؤخذ منه صحة ما تأولته، فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله مع عيسى، ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم. بعدها بمدة لا يلزم كما ذكرنا مباشرة. لا، المقصود يقاتلون على هذا الدين. دين العيد، العيد أنا مش. أي نعم، الريح الطيبة. ما يلزمش أن تقبض أعيان من قاتلوا الدجال مع عيسى صلى الله عليه وسلم. قال: ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة، أخرج الحاكم، أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر: عبد الله، اعلم ما تقول، وعبد الله اعلم ما يقول، واما انا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على امر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: حتى تأتيهم الساعة، ساعتهم هم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح. أو حتى تأتيهم، أي حتى تقرب الساعة، هذا أقرب. وأما ساعتهم فهذه لكل مخلوق له ساعته، فليست من أشراط الساعة الكبرى. الحديث الثاني: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، كناية عن غلبتهم، عن غلبته عليهم وانقيادهم له. ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم. قال: وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه حقيقة، كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. وهذا وقع، كثير من الظلماء كانوا يعني يجعلون الناس طوابير كثيرة من المحبوسين، يضربونهم بالعصي ويسوقونهم، نسأل الله العافية. قال: ولعله جهجاه، المذكور في الحديث الآخر، وأصل الجهجاه الصياح، وهي تناسب ذكر العصر. قلت: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهره أنه من الأحرار، وتقييده في جهجاه لأنه من الموالي، ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته، وأنه ليس دونه. الله أعلم. الظاهر أن بعد المهدي عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت ما يذكرون فيكون من يوليهم عيسى، لأن عيسى يكون إماما بعد نزوله، يوشك أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يكون أمير هذه الأمة، إمام هذه الأمة. قال: ثم وجدت في كتاب التيجان لابن هشام ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمن. فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا،
كان كاهنا معمرا، أنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقية لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخرب، وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين. السخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن. والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك. والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن. الله أعلم بذلك، لكن هذا ليس بممتنع. كان الأقرب أن هدم الكعبة بعد يعني بعد الآيات العظام. وقد تقدم في الحج، هذا حديث صحيح طبعا البخاري، أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج. تقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، يعني أن ذلك بعد ذلك. قال: فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم. طبعا الحديث ثابت أن عيسى يحج أو يعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليهلن بهما جميعا، بدليل أن مشروع القران والإفراد والتمتع، خلافا لمن قال أن التمتع فرض ولا يجوز غيره. قال: وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. يمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. قد أخرج مسلم حديث القحطاني عاقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين، فلعله رمز إلى هذا. وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثنى عشر شيء يتعلق بالقحطاني. يعني القحطاني فيهم البعض من يقول أنه متعسف وشديد وعنيد، ومنهم من يقول أنه رجل صالح يقتل الحبشة الذين خربوا بيت الله الحرام. ويمكن أن يكون يسوق هؤلاء الذين كفروا وهدموا الكعبة فيتعسف عليه. قال الإسماعيلي هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. ذكر ابن بطال أن المهلب أجابه بأن وجهه أن القحطانية إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة، فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلا لذلك. حاصل أنه مطابق لصدر الترجمة، الجزء الأولاني بتاع تغير الزمان. هذا الجزء، هذا الأمر يعني طاعة من ليس بقريش من الأئمة بقاله 5 قرون وزيادة. والحقيقة أكثر من ذلك، إن من بعد سقوط بغداد لم يعد للخلفاء من بني العباسي أمر ولا نهي. ابن القيم يعني بقالها مثلا نقول 800 سنة يقول: السنة في زماننا ليس لها
يعني شيء إلا كما للخليفة الخطبة والسكر. الخليفة في زماننا مالوش إلا الناس تخطب على المنابر باسمه ويسك العملة لأنها في زمن الخليفة الفلاني، ولكن مالوش أمر ولا نهي. الأيام المماليك كلها أيام ما كانش السلاطين لهم فيها، بل أيام الدولة السلجوقية كان، وأيام نور الدين محمود وصلاح الدين الدولة الأيوبية واللي قبليها، كل دول ما كانش الخلفاء فيهم إيه؟ أمر ولا نهي. والمطلوب من الحاكم الطاعة. ففي زماننا ده بقالنا كده بتاع 8 قرون 9 قرون. قال: وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو إلى الكفر، وغايته أن ينتهي إلى الكفر. فقصة القحطاني مطابقة للتغيير بالفسق، وقصة ذي الخلصة للتغيير بالكفر. واستدل بقصة القحطاني على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش. وأجاب ابن العربي بأنه إنذار لما يكون من الشر في آخر الزمان من تسول العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى. يعني ده هيحصل، بس ده من الآن، ده جائز ولا يعارض بما ثبت من أن الأئمة من قريش. وسيأتي بسط القول في ذلك في باب الأمراء من قريش في أول كتاب الأحكام إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.